السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم أبو يوسف من قناة يوميات حماماتي، ورجعنا لكم بفيديو جديد. كنت قاعد بنشط في الفراخ والحمام، عشان انتم عارفين انه كانت تعبانة شوي الحمام، وبطير فيها، فأجاني على العالي هذا البوز الأحلس، مبين طيرة بس يعني خير وبركة. أجاني على العالي فحططت فيه، يعني نزل بسرعة، ف قلنا خلينا نجرب نصيده ونفرجيكم اياه ونعطيك شويه معلومات ان شاء الله، نتعلم من بعض كيف الوضع راح يكون. راح نحاول نمسكه مع بعض رغم انه صعب لاني انا ماسك التليفون، طبعا انتم عارفين يعني يا تحبيس يا عم قالب، فبدي احاول احبسه بغرفه الزق بلكي زبطت الامور، بس هو الطير يعني فيش مجال، شايفين كيف. على العموم لينا الحمامات صار مناح، يعني وضعهم كثير منيح عن اول، صار يطير نص ساعة الا، وهذا اشي منيح. طبعا البوز الاحمر يلي مرة مسكته الطير طلع لناس قريبين علي واجوا اخذوه، قلنا مش مشكلة يعني. وبنفس اليوم سبحان الله هذا المسود جاي مسود مكابي هيك، هو يعتبر زي البلديات، بنفس اليوم اللي اعطيتهم اياه نزل عندي وما شكلته وطار. وعندك المراسلي هذاك العرفص جنب السكسفوني نفس الاشي، اجاني بعديها بيوم على المغارب ونفس الاشي، نقست له وحططته وما لزقته وطيرته، اموره تمام. يا اخوان الحمام الايام هاي ابصر شمالها بتحسها تعبان مخها ولا اشي، الله اعلم يا سيدي، ولا يمكن الشغله نصيب ممكن تكون. فهاي شكلها طيره يعني مش عارف والله العظيم كيف بدها تتصرف معها، يعني إذا مسكت على الخطاف ممكن نجيبها، إذا ما مسكت يا سيدي لا حول ولا. على العموم خليكم معي بحاول أمسكها وأفرجيكم إياها، وأنا بضربها يا على المقلب يا على الخطاف يا إما حبس، وإن شاء الله تكون من نصيبنا. عندنا هنا بوز مغبر بلكي حطيناه عليها، هذا هو هيو لابس برتقاليات بلكي حطيناه عليها، كانت أمورنا تمام، مع إنه الطيرة مش جميلة كثير زيه، بس اللي عجبني فيها انه في عليها لفحة يعني زي اللي بتحكي عليها انها زي العمريات، فهذا يعني بيخليها كثير منيحة. مكحلة شوية الطيرة، كحلتها حلوة بس المعوال مش زي ما بدك، وجاي حجمها يعني مش بوزاي يعني ما بتقدر تحكي عليها بوزاي يعني كمان، لانه حجمها كبير شوي، فانت تحكي عن بوزاي لازم تكون حجمها يعني منيح، حجمها صغير إذا بتحكي عبوزاي. فإن شاء الله نقدر نحاول معها، وخليكم معي. طيب يا إخوان الظاهر ما فيش إنه نصيب في اليوم نضربه، شرد الطير، مالناش مصلحة، عادي إحنا بهمناش الصيد، بهمنا حمامنا الطير تكون منيحة وأمورها تمام. هذه اللي هي الحمام ما شاء الله عليها، لا بترامي على الرفصة ولا إشي، أمورها تمام. عندك هذول شوية مأخرات، وما مش مأخرات بس شبعين يعني زي ما تقول، أنا مشبعهن عشان البوز كنت بعلف فيه، بس كحمام ما شاء الله عليها زي الحلاوة طايرة هيها، بس بس بتطير براحتها، لا بتلوح لها ولا بتصفر لها. هاي أنا معكم امبارح يعني ما شاء الله عليها طارت معي طيران الله بيعلم فيه، كان شوية هوا فيه منيح كثير الهوا للحمام يعني بيساعدها بالطيران، وإذا بدك تكرش تعمل فيها كثير منيح، احنا عندنا منطقة فاضية زي ما تقولوا، فهذا بساعدنا شوية كمان بالكرش الحمام وهيك. هاي الحمام ما شاء الله عليها قاعدة بتعلى بتاخذ، هاي ما شاء الله عليها زي الحلاوة الحمام. اللي شافها أول أيام يلي متابعني يعني على الفيديوهات القديمة بيعرف شو بقول أنا، لأني هو عارف شاف شو عملت في الحمام وشاف كيف كنت قاعد بتصرف معها، حتى الحمام تصير تطير لحالها، شوف كيف بتلعب الحمام. يعني قاعدة بترامي مش بترامي بتشرشر وبتلعب مع بعض الحمام ما شاء الله عليها. هذا المراسلي ما شاء الله عليه زي الحلاوة طاير، هذا المراسلي ضربته هذيك المرة صلاة النبي، بس طبعا الحمام شبعت كثير لأنه أنا يعني طعميتها عشان أحاول أمسك الطيرة هاي، بس يا أخي مالناش نصيبة. إيه الشغلة شغلة نصيب مش بإيدينا. هاي شايفة هاي هذا المراسلي بده يرمي، هو أصلا بواقي الثلاث يعني تعبان شوي بواقي، احنا بنحكي على طير بواقي لازم يكون تعبان لانه الطير بواقي، انتم عارفين شو يعني بواقي، المفروض اصلا يعني مش ما تطير، المفروض تطلع برمتين ثلاثه وده بده يحط، بس الفكره وين؟ انه الحمام هاي ما شاء الله عليها فش، حتى هو رمى ما في طير قلب جناحه معاه ورمى، هان الفكره يا اخوان.
ريح حمامك بالطيران، بده يحط يحط، بدوش يحط يضله طاير. هان الفكرة، لما بتعطيه راحته الطير مستحيل يفسد، وإذا فسد بتعدله للخمسة بكون عندك على السطح. يعني هذا أهم شغلة، الطير إذا كرهته سطحك بصير يفسد، وإذا فسد مشكلتك مشكلة معه، بتصير أكبر مشكلة بتصير معك، أكبر أكبر مشكلة. طبعا يا أخوان أنا يعني مش شغل زي ما بيحكوها شغل كش وادعك حمامك ومشي وسوق، لأنها حمام قصاص زي ما تقول، وبحبها أنا تكون فوق راسي، هان الفكرة. لكن راح نطلع لنا 10 حمامات 15 حمامة قوايا زي ما بدكم، ونفرجيكم كيف الكش على أصوله. لكن الفكرة هان إن أنت بدك حمامك تشد حيلها، لأنه كمان طير عندك على البرمة مجرد ما تزتله جاجة على الأرض يدب على السطح، هذا غلط. هاي الحمام ما شاء الله صارت تأخذ بالعالي، هي بتعلى، بس أنا مش راضي أصفر لها. يا أخوان أنت ما تصفر لها، لأنك أنت بتضغطها. بدك تعرف قوة تحمل طيرك كيف، ما تصفر له، ما تعمل له شيء، اعرف شو طيرانه، شو تحمله، طير كيف أموره. هسه أنا يعني بتوقع للمغرب لا تحط الحمام، لأنه طير براحتها، أنا ما بلوح. هاي اللويحة على الرفصة دائما أنا هي عندي هيك دائما، هيها يعني أنا دائما حاطها هيك من أول، تمام حبايبي. هيني ولا بلوح ولا إشي، الطير ما شاء الله عليه طاير ويا محلى، ولا بقول لك وين رايح. وفيها خشنة خشنة خشنة، يعني فيها تقريبا 10 طيور، يعني بناديق لورنسات، عرفتوا كيف؟ يعني فيها بندوق بغادنا أزرق ما شاء الله عليه، صلاة النبي عليه، اللهم لا حسد، طير ما شاء الله حديد. فهان الفكرة، هذا أبوه مسكته عندي بالشغل، وقع جوا الشغل عندي وحشرته ما شاء الله عليه، مرينة والله، بجوز فيه يعني 60-70 سنتي على الأرض من كتر ما هو عالي، لورنس أزرق. مسكته جوزته، لا والله حتى ما جوزته، أخذ عندي جلفاي هيك بالغلط، تركته دشر معها وأخذها، طلع لي فرخين، فرخ أسود عالي وهذا الفرخ الأسود، والله طلع طيرة وعطيته لصاحب إلي، وهذا ما شاء الله عليه حتى ما كرشته، والله يا اخوان ما انكرش عندي انا، بس هيك اطلع يعني فجأة طلعت على السطح فالت الطير. انا عارف انه قريب كرشه، بس انتوا عارفين لازم ترحلوا على السور، تنزلوا من على السور، طلعوا على الرفصة، يحفظ الرفصة، يطلع وينزل على السطح، هذا الطبيعي للطير، للفرخ الصغير هذا. من اول ما طلعت فتحت الحمام لقيته فاز فيها، والله العظيم يا اخوان. عندي كمان اللورنسات هذول السود الاخوان، واحد اسود واخوه احمر، لورنس احمر نفس الاشي، ما بغلبني نهائي. وعندي مندوق ابيض كمان، يعني ما بتفكر انك تكرشه اصلا، الطير مجرد ما يشوف الحمام طارت هو فرخ بيطلع تلقاه بيلوح ما شاء الله عليه، يعني فراخ قويه ومخ حلو نظيف، بس الطير اذا ما خلطت فيه ومشيته يعني بصير هيك عندك مشكله، لانه الطير ما عمره جرب خليط، الطير بينصاد، الطير عشان يقوى لازم يخلط. فانا ما بخلط مع انه حاره كثير كبيره جوا، بس انا اولا حمامي كانت تعبانه، وبحارتي ما بخلط غير بحارتي. يعني هاي في عندك كشيش هي طالع على السطح اسمه محمد هذا صاحبي ما شاء الله عليه. وهي عندنا وراء ابو حسن جارنا هان، وعندنا هانا ابو نايف، في عندنا وفي هانا عندنا ورانا علي العرجان، وفي عندنا هان شباب هاني، وفي هان ولد اسمه محمد، وفي هناك ابراهيم. يعني حارتي عبيانه، وفي تحت تينا في سوريين ورا ابو حسن هان، ورا البيت الرفسه هاي في واحد كمان، فالحاره بيانا، فانا بخلط فيها هان. بينما فوق في ناس كثير كمان ما شاء الله عليهم، كشيشه، وعندنا ناس هان ورانا كمان كثير بكشوا، عندنا هان كمان مليان كشيشه. بس الفكره انا يعني ما بلشت في اني امشي فراخ، اطير فراخ، مع العلم ان قصات مخ نظيف وحلو لا يغره، بس بدك تعود فرخك. هسه هاي قربت يعني تخلف، قربت في منها اخلف، الطير اذا بدك تمشيه عم الطير اهبل بنصاد. فهان الفكره، هاي ما شاء الله عليها، ولا قلت لها ولا صفرت لها، بالعكس لو اشد عليها بتعلى الحمام، بس انا بدي اشوف طاقه تحملها على البرمه شو بدها تعطيني، راح تنزل، راح تتعب، راح تعمل، مش راح. هذا الحكي هذا اللي احنا بنحكي فيه، الطير ما شاء الله عليه، هي لا تعيت له، لا صفرت له، لا عملت له شيء، الطير هي تمام. هاي الحمام طايره، فيش شيء برامي، اذا انتم شايفين بعينيكم يعني فيش شيء قاعد برمي، بده يحط الحمام طايرة براحتها ما شاء الله عليها، تمام التمام. فهان الفكرة، ليش أنا بقول لك إذا حمامك تكرش فيها جديد أو طالع من بروك جديد أو مهما كان قوي الطير وطالع من بروك بفسد، إذا أزعجته
إذا أزعجته بالكرش والتطير وطير غصبت عنك بيسد، إذا ما فسدش بطير وبروح بنضرب. عسى في ناس بيقول لك آه قوي انصاد، قوي انصاد ما أنت متعبه، القوي بنصاد لأنك أنت متعبه. المهم شباب هاي الحمام ما شاء الله عليها طايرة، ولسه راح أشد عليها لأني راح أخلط مع صاحبي. هاي شوفوا ما شاء الله حمامه كيف جناحها قوية، كمان كلها قصات يعني ما شاء الله عليها، تطلع حمامه جناحها قوية بتلعب لعب حمامه. هسه بتطلع معي وبنخلط مع بعض، هسه حمامي بتشد وحمامه بتشد. طبعا يا اخوان احنا عندنا في الحارة هان، طبعا انا وصاحبي ماليش في غيري، اخلط حمامك مع بعض وما تطلعش ولا تنقز ولا تعمل اي شيء، ضلك شادع حمامك عبان ما تفك. صدت اللي صدته اخرته يرجع لك بطير لك اياه، حطت اللي حطته بتطير له اياه. هان الفكرة يا اخوان، بس الفكرة انك تقوي حمامك، تقوي حمام مع بعض، حمامه جناحها قوي انا بستفاد منها، حمامي انا لسه جناحها ضعيف يعتبر، هو بيستفاد مني انه بقوي فراخه وحمامه، وانا بستفاد منه انه بقوي جناح حمام بخليه سريع. شوف حمامي كيف جناحها صار سريع، شافت حمامه، هسه بس تستناني اشد عليها، مجرد ما اشد عليها خلص خلطت في حمامه. هان الفكرة يا اخوان، وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يا قلبي اللي انت بتشاهدني تعملنا اشتراك في القناة وتحط لنا لايكات وتظبط لنا في الوضع، ويعطيكم العافية حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله.